الله يمسيكم بالخير. ولهنا ان شاء الله ديما متهنين وعلى الفرح ملتمين، ويا رب الله يدوم علينا الهنا والراحه وراحه البال من اي شيء ثاني. مرات الواحد منا في لحظه معينه يقول كلمه ويحصل فيها، يقعد يدور لها في 60 حل، يا سويدي طلعني من الملعب اللي انا فيه. صاحبنا هذا اللي بنحكوا عليه الليله وقع في نفس المشكله اللي تو نحكوا عليها، واحنا كنا نقول ما فيش بعد، ما ماناش ملائكه، لكن الواحد ربي خلق له عقل يوزن شويه يعني. هذا صاحبنا هذا يا سيدي عنده 4 بنيات ويتمنى يجي ولد، هو تو ما يسحبش اللي عنده في الحوش بنيه، حتى الباشا ما هو زيه، تهني الموت، كان ضمان وكان تطيب وكان حديد، وعوالة الحوش كلها على البنت، الأولاد احنا عندنا أولاد وعندنا بنويت ونعرفه، والبنت معاش وين تو البنت ما شاء الله تبارك الرحمن، مهندسة ودكتورة ومعلمة وربة بيت يعني طيارة الحمد لله يعني، غير يقولوا زمان الولد للهبة والبنت للسبة. هيا سيدي نولوا لصاحبنا، قال كان ينزاد علي وليد ندبح له كبش ليته 5 شبار، باب العرش مفتوح والدعوة انقبلت، نزاد عليه وليد رايش فات من نيمون حلف قعد في لوزة مرة، ناس فرحانة له مبروك وكذا العصايد والدنيا والعالم العزومات، ولكن هو مهموم فايت من يمين. هيا سيدي عنده صاحبة تلاقى هو وياه قال مبروك انا مبروك مبروك مبروك، درتوا الرقية درتوا كذا درتوا كذا، قال له ما حسبتناش، قال له والله زي ما اقول 60 ليلة تفكر مني سرح، حتى شرب الحلو عندي ملح، أنا يا ودي خيرك، قال له والله فات مني مين وكذا وكذا، ليه عليك؟ ليه عليك؟ قال له ربي بيرزقك لا بدون لا تحلف لا شيء، خيرك، قال له الله غالب، هو يصبط سميت تحمل الوطن، كيف ندير؟ قال لي ليه عليك أنت؟ قال له أنا قلت كان يجيني ولاد نذبح كبش ليته 5 شباك، قال له كان الموضوع الاول هذا توا نمشوا لاهل الاختصاص المشايخ يفتونا فيه، هذا ما فيش فتوى لا انت لاني نقدروا نفتوا فيه وان شاء الله يكون خير. قول يا سيدي اسعي معاه افتاله، قال انا فات مني مين وما باش يقول لي على حكايه، قال لي انا حلفت يمين وكذا، هذا يا سيدي يقول داروا له فتوى وداروا له حل، قال له تو هكا، قال له انا هذا باهي تو انا هذا انا لكن انا اللي عذروا فيا منهم، قال له انساباتي واصحابي قالوا يقولوا لي كيف حال ابو خمسه يا ابو خمسه الخمسة شبار، اش عرفت اني كيف ندير؟ والله واني راجل ما نتحملش، خاف نغلط في واحد منهم. قال له برا دير لنا غدانا انا جايك. غدا شني؟ قال له انت قلت لك انا، قال له قلت لك برا دير الغدا انا جايك. او نجيب لك الحل. يجي الحل بتصنع صنع كبش، قال له قلت لك برا. سبقني تو نجيك. سبقه. ودت الغدا شوي شوي. بعد الناس ما صلت الظهر دبيل باب يطقطق، منو؟ قال له فلان. تفضل. قال له غير تعالى طلع لي قدام الحوش. طلع قدام الحوش لقاه جايب كبش. هذا شني؟ قال له هذا الكبش اللي قلت لهم عليه. قال له لقيت زينه في السوق ما جبتهاش، باش ناخذ
تقال لي يا ولدي هذا هو القفش اللي بيحل المشكلة. قال له قلت لك هذا القفش اللي بيحل المشكلة. الغداواتي قال له واتي، قال له قبل الغداية ترى طلع لنا محفوظ الرأي والسلامة الأولاد من داخل. شو الولاد نطلع له؟ قال له قلت لك غير طلع لي ولاد من داخل هاته. شي مسكين جاب الولاد وجاي يشبه. جاب الولاد هيوقف انت وياه صلاة على النبي بسم الله ما شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله الله ما يجعل منه الحارث والوارد. وذاك يسمع مسكين الولد في غمره، قال له فرد له يديته فرد له. قال له هذه يديته، قال له هاتها جاي جابها. توطى به لطة شوية توطى، حط يديته على لية القبش، حط الكيدة هذه واحدة وهذه اثنين وهذه ثلاثة وهذه أربعة وهذه خمسة. قال له الشبر انت قلت خمسة شبار ولا وهذا خمسة شبار، ما فيش شبر، ما أنا شبر ما يقيسوش كذا. قال له ودي بارك الله فيك، قال الله يبارك في الجميع وزيد هذا الكبش هديتي للوليد وبارك الله فيك، لكن أرد بارك هذه مرة وفاتت ما عادش تحلف، ولما تقول كلمة أعرف ميزانها، لسانك حصانك إذا صنت صانك. هاي تصبح على خير.